زي ما بقول لك، زي ما كل واحد شايف الشغلانه بتاعته على مستوى الاداره الفنيه، على مستوى اللاعبين، على مستوى مجلس الاداره كمان، قناه النادي الاهلي بالتعاون طبعا مع طبعا سيف الوزير، الشخصيه العظيمه، الشخصيه المجتهده جدا اللي بيخدم الكره المصريه بشكل كبير جدا، علشان كمان وجود شعار النادي الاهلي، وده المهم في الموضوع، شعار النادي الاهلي المتواجد على قناه ريال مدريد خلال فتره ان شاء الله كاس العالم للانديه. يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون لسه طبعا عندنا حاجات من هذا القبيل كتيره جدا بتجيلنا اول باول، وعندنا زملائنا في القناه بيبعتوا لنا كل هذه الامور عشان تبقى جمهور الاهلي يبقى فخور، يبقى سعيد، يبقى فرحان، يبقى انا النادي الاهلي، انا النادي الاهلي موجود في كل مكان، شعاري موجود في كل مكان، الكل بيجري ورايا والكل بيشوفني والكل عايز يتفرج عليا. الحقيقه التقرير اللي كان معمول على قناه ريال مدريد حاجه تشرف، حاجه وانت قاعد بتسمع التقرير وبتسمع الكلام اللي بيتقال في التقرير حاجه تشرفنا جميعا وتخلينا نبقى سعداء بالشكل اللي بيحصل، ونبقى سعداء بان احنا بننتمي لهذه المنظومه، منظومه متكامله، منظومه محترفه، منظومه محترمه. عندنا بنرد على كل الناس، ولكن بنرد برد النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي وبطريقة النادي الأهلي، وهذا هو الفارق الكبير اللي احنا، او هو ده الفارق الكبير ما بين قناة النادي الأهلي واي قنوات اخرى، وهذا هو الإعلام اللي بيقدمه النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين التعاون، هو التعاون ده بيتعمل ليه؟ بيتعمل لانه صورة النادي الأهلي في العالم كله، في العالم كله، اللي هي صورة الرياضة المصرية، صورة مصر زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلت لحضراتكم لما بنتكلم عن حاجة اسمها القوة الناعمة، هي دي القوة الناعمة اللي بنتكلم عليها، اللي احنا الأسبان وهم قاعدين او اللي بيشجعوا ريال مدريد او اللي ما بيشجعوش ريال مدريد وبيتفرجوا على تقرير يشوفوا ان اسم النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي، اعتقد ان ده شيء يشرفنا جميعا ان احنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق. دي طبعا تمرينة الاخيرة قبل وصول او قبل سفر بعثة ريال مدريد النهاردة، كانت النهاردة الساعة 4 ولقطات من تمرين نادي ريال مدريد. حقيقي طبعا زي ما النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والمصريين يحبوا يشوفوا الكلام دوت، بيشوفوا كيف يستعد بطل اوروبا بشكل كبير جدا لمواجهه النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. وزي ما بقول لك اسلام، مش بس خلي بالك قناه ريال مدريد مش موجوده لمحبي ريال مدريد على مستوى اسبانيا بس، ده على مستوى العالم في مزبوط. في كثير من يعني من المعجبين ومن العاشقين لريال مدريد متواجدين في انحاء العالم، وبالتالي بيتابعوا قناه ريال مدريد وعندهم قناه ريال مدريد دايما متواجده، وبالتالي كمان ده انتشار عالم مش على مستوى اسبانيا بس لكن على مستوى العالم بالنسبه لشعار النادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم استعدادات، شايفين كل اللعيبه مودريتش وتوني كروز بيستعدوا، واحنا يعني بنتكلم سعداء، وانا يعني انا سعيد جدا وانا بتكلم ان توني كروز ومودريتش بيستعدوا للقاء النادي الاهلي. يعني الحقيقه شيء ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء يكون ان شاء الله نعمل النتيجه. ايضا يا كابتن هاني لو لم يحدث اي شيء ان شاء الله، يعني احنا عندنا اتفاق النهارده مع واحد من اساطير التدريب في نادي ريال مدريد، ديل بوسكي المدير الفني الاسبق لنادي ريال مدريد، هيكون الساعه 11:30 بتوقيت القاهره هيكون معانا ان شاء الله، وده زميلنا احمد شهاب اللي معانا هنا في القناه اللي انا بحييه الحقيقه على شغله الرائع. هو دايما بيجيب السكايب والحاجات المهمة دي فيما يخص البرنامج السادسة، فهو الحقيقة النهاردة كان قال لنا لا أنا هجيب ديل بوسكي، والحقيقة اتفق معاه وظبط معاه كل حاجة. عندنا كوادر في قناة النادي الأهلي الحقيقة كوادر محترمة وكوادر دائما تستحق الحقيقة المساندة والدعم. صحيح. فأنا بشكر أحمد شهاب برضو لأنه النهاردة اللي هيقعد قدام قناة النادي الأهلي هيبقى فخور، هيبقى سعيد، حضرتك هتستمتع وانت بتشوف نادي ريال مدريد وهو حاطط التمرين بتاعه عند قناة النادي الأهلي، هتستمتع واحنا حاطين تمرين النادي الأهلي داخل قناة ريال مدريد، هتستمتع ان شاء الله ان شاء الله لو لم يحدث اي شيء. انا ما بحبش اقول ولكن انا عايز ادي شهاب حقه الحقيقه وشكره على الهواء مباشره ان هو جايب لنا ديل بوسكي. هتقعد هتسمع
ديل بوسكي هو بيتكلم عن النادي الاهلي وبيقول ايه عن النادي الاهلي. ان شاء الله يعني ده يكون في 11:30. ايضا يكفي ان حضرتك وبرضه قاعدين بتسمعوا نجم كبير زي كابتن هاني رمزي وبيقولوا طريقته في الكلام واسلوبه في الكلام. الحقيقه شايفين الاهلي فين؟ يعني هل حضراتكم شايفين النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي فين؟ انا بس حبيت ان انا اوري لحضراتكم ان النادي الاهلي ده بالفعل هو فخر للرياضه المصريه، النادي الاهلي هو الوجه الرائع للرياضه المصريه او للقوى الناعمه المصريه المتمثله في النادي الاهلي، فشكرا لكل المسؤولين عن النادي الاهلي الحقيقه لاتاحتنا الفرصه ان احنا نقدر نعمل حاجه زي دي. طبعا كل الاحترام والاشاده بكل واحد شغال في قناه النادي الاهلي، لان زي ما بنقول كمان بنحاول نقدم لكم شيء يليق بكيان النادي الاهلي، لان احنا عارفين قناه النادي الاهلي يتابعها الملايين، وحقهم علينا ان احنا نتكلم بلغه الاحترام وبلغه الادب وبلغه الرياضه اللي اتعلمناها في النادي الاهلي.